المسمى كمسمى يمكن غريب عند بعض الأشخاص، ولكن هلأ رح نحكي الأعراض. كثير أشخاص رح يقيسوها على حالهم، يحكوا ممكن يعانوا من هذه المشكلة. ماذا نقصد بمرض الأبهر الوثاب؟ مرض الأبهر الوثاب اللي هو عبارة عن شد عضل بصير بالعضلة المحيطة بالكتف. نعم. سمي بالأبهر لأنه العضلة هاي المحيطة بالكتف مقابلة بالضبط لشريان الأبهر اللي موجود بالقلب. نعم. فلهيك بنسميه الأبهر، ويمكن ناس كتير بيعرفوه بالوثاب أو بحكي لك إنه عندي وجع بالوثاب. نعم. بهاي العضلة. بس هو ما له علاقة أصلا بالأبهر أو بوجع القلب؟ ما له علاقة، ولكن في بعض الأحيان بسبب قرب هاي العضلة من القفص الصدري، لما يصير فيها شد عضل كتير شديد بيضغط على القفص الصدري فبصير ضيق نفس. نعم. ففي بعض المرضى بيخافوا من هذا الوجع بأنه له علاقة بجلطة قلبية أو هيك. نعم. ولكن الموضوع كله بيكون عبارة عن شد عضل بهاي العضلة. نعم. خلينا نوضح أكثر شو الأعراض اللي بتكون، ماذا يشعر المريض؟ معظم المرضى اللي بيصابوا بالوثاب أو بالأبهر أول شيء ببلش عندهم وجع حوالي الكتف. نعم. الكتف واللوحة الكتف نشوفه هون. نعم. يعني اللي منحكي عنه، اللي منحكي عنه بالضبط العضلة هون الرابطة ما بين الفقرات أعلى الظهر ولوحة الكتف السكابيولا. هاي العضلة بتشد بطريقة تضغط على القفص الصدري، وفي بعض الأحيان لما تكون الآلام مزمنة وآلام شديدة ممكن تمتد للعضلة الرابطة اللي هي الترابيزيوس، الرابطة ما بين لوحة الكتف. نعم. والفقرات العنقية، وبعض الأحيان برضو بالعضلات كاملة المحيطة بلوحة الكتف. نعم. طب بيكون ألأ في أسباب معينة لهذه الأوجاع ولا ممكن تحدث فجأة؟ هلأ من المنطقة اللي حكينا عنها معظم الأوجاع بتصير من البوزيشن تاع المريض أو الشخص اللي عنده هذا الوجع. البوزيشن دائما لما يكون الرقبة نازلة والأكتاف دائرية، أيوة، هون ببلش هاي العضلة تشد مع استمرارية نفس هاي الوضعية. العضلات اللي محيطة بالكتف كامل ومحيطة بلوحة الكتف بتشد فبتزيد الآلام. كلنا عرضة هذا بالضبط. الوضعية اللي عم تحكي عنها وإحنا يعني على معظم الحالات المرضية أو شد العضل اللي بيصير بتكون من هاي المنطقة بالذات، وآلامها جدا مزعجة لأنها هاي العضلة بتربط فقرات الفقرات الظهر على فقرات الظهر بلوحة الكتف. طبعا هذا سبب من الأسباب. وبرضه في سبب تاني شائع كونه داخلين على الشتاء، معظم شد العضل اللي بيصير بالجسم بشكل عام بيكون عند الانتقال ما بين فرق درجات الحرارة، بنكون بمكان سخن وبنطلع بشكل مباشر لمكان بارد. نعم. هذا الاشي خاصة لهاي العضلة، كتير عرضة. من الحالات عرضة إنها تشد. هلأ ممكن العضلة تكون شادة وممكن يصير فيها التهاب، فإحنا عشان هيك دائما نحكي عند بداية أي وجع بصير خاصة بالعضلات نبلش بعلاجه أو نبلش بالبحث عن سبب الألم أو سبب الشد من البداية. نعم. لحتى نحل المشكلة من البداية. أيضا موضوع الإجهاد، التعرض للتوتر ممكن يكون من المسببات. طبعا من أكثر الأمور دائما نحكي فيها اللي بتسبب شد عضل هي الاسترس والتوتر وكثرة التفكير. كل هاي الأمور بتعمل على شد عضل بشكل عام. نعم. وحسب طبيعة زي ما حكينا، حسب طبيعة عمل الشخص. صح. الأشخاص اللي بتكون طبيعة عملهم بتركز على عضلة معينة، لما يصير عندنا ستريس، لما يصير عندنا إجهاد، أول شيء بصير على هاي العضلة اللي إحنا أصلاً حاطين عليها لود. نعم. متى يجب زيارة الأخصائي، أخصائي العلاج الطبيعي؟ لأنه بعض الأشخاص أو يعني الأغلبية بيسكتوا على الأوجاع، بحطوا مراهم، بيسكتوا الوجع، بيخففوا الوجع، لكن متى يجب أنه يكون في عنا تحرك والتوجه للأخصائي؟ إحنا دائما نحكي لما يبلش عنا الوجع يوم يومين ثلاث بالكتير، المفروض إحنا نتوجه ونبلش عشان نحل المشكلة. نعم. بالعادة زي ما حكيت لك، هاي العضلة أو كل عضلات الجسم بشكل عام مربوطة بعضلات أخرى. فإحنا دائما اذا حلينا الموضوع من البدايه ما بنسبب نقل الشد العضل او الوجع للعضلات الثانيه. نعم. لحتى يعني في بعض الاحيان بيجينا مرضى بيكون عندهم وجع بالرقبه، بيكون عندهم في خدران والام على الايد كامله. صح. في عندهم ضيق بالنفس. نعم. لما تبحث عن الموضوع بتكون بنلاقيها. بدايه المشكله بهاي العضله. صح. شو بتكون العلاجات واهميه موضوع العلاج الطبيعي ايضا بالتخلص من هذه الالام؟
طبعا العلاج الطبيعي كثير مهم، والعلاج بالبداية أو معظم المرضى في عنا علاج يمكن كل منسمع فيه، خاصة اللي عندهم الوثاب بيجي بيحكي لك طق لي الوثاب. نعم. برضو من أهم العلاج الطبيعي التمارين العلاجية. نعم. أهمها تمارين الاستطالة زي ما بنشوف بالفيديو. طبعا تمارين الاستطالة كتير مهمة لحتى نحاول نرجع العضلة للمدى الحركي الصحيح اللي إلها. نعم. هذا التمرين الثاني برضو استطالة بتخفيف الأوجاع. هذا التمرين بالضبط بركز لنا على العضلة اللي إحنا حكينا عنها. وفي عنا هذا التمرين هلا احيانا مع شد العضل بصير عنا تريجر بوينت معينه. أيوة. بهذا التمرين بنستخدم طابه صلبه بنحرك فيها على الحيطه او ممكن على الارض، بتستهدف العضله بالضبط المحيطه بالكتف وبتخفف الوجع. وعندنا تمارين التقويه، هي بتكون الوجع على جهه واحده الا معظم الاحيان بتكون على جهه واحده. نعم. تمرين من تمارين التقوية اللي كتير مهمة برضو لحتى إنه تخفف الوجع. دائما بنحكي أي شد عضل بيصير. نعم. بأي عضلة لازم نعيد الاستطالة إلها، لازم نقويها ولازم نفك التليف الموجود فيها. نعم. قديش لازم نكرر، قديش لازم نستمر بالعلاج الطبيعي وهذه التمارين لا نتخلص من الأوجاع؟ طبعا معظم هلأ الخطة العلاجية دائما بالعلاج الطبيعي بالذات بتعتمد على الفترة المريض كان يعاني منها من المرض. يعني معظم المرضى إذا إجوا عنا بالبداية ممكن أكم من جلسة مع تمارين منزلية إحنا بنعلمها للمريض أموره بتكون تمام. ولكن في بعض الحالات بيجيك مريض بيحكي لك أنا بعاني من المشكلة من سنة. فهذا بده خطة علاجية كاملة يجب الاستمرار فيها. ليش؟ لحتى ما ترجع المشكلة على طول. يعني بالفترة الماضية كتير في مرضى خاصة للوثاب في حل سريع عندنا اللي هو طق الوثاب. نيجي طبعا هذا لما أنت تيجي طق هذا الوثاب كافي أو خاص بالضبط. هذا بريحك بشكل موضعي مؤقت، بعد شوي رح يرجع الوجع ورح يرجع الأمور إنك صحيح. بدك علاج من أول من الجذور. نعم. أشكرك ألاء دوكات أخصائية العلاج الطبيعي، نورتينا. هلا.